لمن الملك تحت عنوان لمن الملك اليوم؟ حرام لك سبحان الله. ف النفخة الثانية هذه إذان ببداية الساعة. احنا حدثنا عن علامات الساعة. نعم. هذه الساعة. هذه الساعة. خلاص. هيخرج الإنسان وهو مترقب. ولا يدري أين يذهب. الناس يجروا في هذا الاتجاه يجري وراه. يجري كده يجري سبحان الله. ولكن يقاد الناس دون أن يدروا إلى مكان واحد. شوف الاعداد دي احنا رواج الارض الان عام 2005 6 مليار وكسر. تمام. شوف انظر كم 6 مليار عمروا الكون من قبل. صح. هذه المليارات كلها تتجمع في مكان واحد سبحان الله، حتى لا يجد الانسان الا موضع قدمه فقط، بس فقط. يا الله. والناس متزاحمه وذهب الى مكان واحد. مشهد يعني عندما انت يعني سبحان الله العظيم تتخيله او تعيده على حساباتك او على ذهنك يحصل رعب للانسان سبحان الله. طيب يا ترى السؤال الذي اساله لنفسي انا الان واساله لمحمد واساله لكل، ماذا جهزنا؟ ماذا اعددنا؟ يا ويلنا. ماذا اعددنا سبحان الله؟ انا اعددت ايه؟ فقط يقول الله عز وجل في ما روي عن بني اسرائيل في قصة، قالوا يا إبراهيم هل تخاف من مشاهد يوم القيامة؟ قال بلى. قال وخلتك، شفت الخليل؟ قال أهوال القيامة سوف تنسيني خلتي. لا إله إلا الله. حتى لأب الأنبياء. الأنبياء سبحان الله. حتى يقال أن سيدنا موسى يقول يا رب لا أسألك عن أخي هارون، ويقول عيسى لا أسألك عن مريم أمي، ويقول إبراهيم لا أسألك عن إسماعيل ابني. خلاص سبحان الله العظيم. ما لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. خلاص. الثابت الوحيد سيدنا محمد فقط، لأنه أراه الله النار من قبل، أراه ملك الموت من قبل، ثبته عسى أن يبعثك ربك مقام، هذا هو المقام المحمود، هذا المقام الثابت الوحيد. كل شوف ما من ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا ودعوته يومها يا رب سلم يا رب سلم، إلا سيدنا محمد يا رب أمتي يا رب أمتي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام. هل هذا رسول يترك؟ لا والله. هل تترك سنته؟ لا والله. هل ننسى حقوقه لا علينا؟ لا والله. هل يعني ننسى أن نسير خلفه في صغير الأمر وكبيره؟ لا يا أخي. أنا لو وصفت لك بيت، روح يمين روح يسار تمشي على الهدي تصل للبيت اللي أنت الآن وصفت، فما بالنا وقد وصف لنا طريق السعادة، طريق السعادة. صح. ولذلك يعني أعجبني من خير ما أعجبني ابن القيم لما سمى كتابه عن الجنة حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح. طيب اسم جميل. فالرسول هو حاد الأرواح إلى بلاد الأفراح عليه السلام. هو الذي أخذ بأيدينا، فلماذا لا نتنكب طريقة؟ هذا هو السؤال. نعم. ما الذي يعطلنا؟ ما حجتنا؟ ما هو تعللنا؟ يا من أخرت الصلاة عن وقتها ليه؟ أنت يا متمرد على الحجاب ليه؟ الفلسفة الكاذبة تضحك على الشيخ عمر، اضحك براحتك، تخدعه الشيخ فلان والشيخ اتخدع، انا اخوض في عرضك، اخوض يا سيدي براحتي. ثم بعد فلابد هذه الحلقات تكون منبهة للأمة. انا اخاف ان ننتقل من هذه الدنيا وما خدمنا ديننا. لا اله الا الله. شيخنا. نعم. هو المقصود بالساعة. نعم. هذه النفخة الساعة، كل القيامة اسمها الساعة. الساعة من ضمن أسماءها. نعم. إن شاء الله في حلقة قادمة إن شاء الله ربما تكون في الغد هنجيب أسماء الساعة في القرآن. نعم. عشان نبقى موثقين المسألة. فالساعة هذه اسم من أسمائها سبحان الله. يعني 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 حتى ال- 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 الكافر اللي تمتع وظلم في الدنيا سبحان الله، يعني كأنهم لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، ساعة من النهار، ويوم تعرفون الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة، ساعة من الزمن. المجرمون الذين يقولون في يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا. تمام. نعم. من هذا، من هول المطلع، من في هذا الأمر الذي ما أعددنا أنفسنا. يعني نود التركيز على قول قد كنا في غفلة من هذا. في غفلة من هذا. غفلة، أنا كنت ناسيا ولكن نسياني كان متعمدا. الله قال للرسول ولا تكن من الغافلين، إياك أن تغفل. الغفلة هذه التي تورث الإنسان الندامة. نعم. يعني لازم أتيقظ، أحمد ربنا أن فيه شيخ ينبهني
إمام يعلمني، عالم يوقظني، أحمد الله والحمد لله أخي بارك الله فيه والله ينبهني لمنطقة مهمة. الله، وما زال الناس يبارزون الله بالمعاصي. طيب قد يقول قائل لماذا كل هذا الرعب والفزع ونحن عبيد الله سبحانه وتعالى؟ يعني كن فيكون، الأمر لا يحتاج إلى كل هذا الضجة وهذا الفزع وهذا الرعب. الله سبحانه وتعالى كما أنه هو الغفور الرحيم، نعم، فإن عذابه هو العذاب الأليم. نعم. طيب كيف يشفي صدور قوم المؤمنين؟ بالله عليك سيدنا نوح هذا كيف يشرح صدره؟ واحد عاش 950 سنة ما أمن معه إلا 80 رجل وامرأة. بالله عليك كم كان كمده؟ كم كان حزنه؟ من يعوضه؟ هؤلاء الذين قالوا مجنون وازدجر. يا ريت مجنونه بس، مجنون وشتموه، يعني مجنون ويشتموه، يعني يزوروا، يعني ايه يعني يقللوا من شأنه. أعقل العقلاء في العالم هو سيدنا محمد يقال عليه مجنون، فكيف ترى رأفة بهؤلاء؟ ازاي يا اخي؟ لان المؤمن ثابت الحمد لله في الدنيا وفي الآخرة ان شاء الله. يعني المسلم العاصي المقصر، المقصر لأنه ما أحد أجبره على التقصير، هو الذي ذهب في سكة التقصير. يا أخي لو اجتمع مع إخوان المسلمين وسلك طريق المؤمنين واتبع يعني الكتاب والسنة إن شاء الله رب العالمين سوف يقصر، نعم، ولكن يتوب من تقصيره. هو في واحد فينا مش مقصر؟ كلنا مقصرون، لكن يتوب العبد، ينزع، يرجع، يتوقف. لما لاقي درس عيد أقعد يا رجل، ده فيه ناس، فيه ناس هنا نكمل الدرس ولا بكره ان شاء الله؟ يسكت. يبقى انت عايز ايه؟ هو مش عايز درس بكره، مش عايز. لو جالس امام مديره قال له خليك ساعه هنا لغايه ما اقع الاوراق وبعدين اشوف مصلحتي، ينتظر ولا لا ينتظر؟ ينتظر يا اخي. تقديم المخلوق على الخالق وتقول لي ما ازاي اهوال الساعه يا اخي؟ لابد من بلال هذا الذي كان يجر على الرمضاء، كان توضع عليه سبحان الله خباب من الارات اللي صلبوه وقعدوا يعني يصوبوا عليه السهام حتى مات صبرا رضي الله عنه، ألا من تعويض الله في الآخرة؟ الله سبحان الله. أبو جهل الذي قطع أذن المسعود أجمل من صدح بالقرآن، أين يذهب؟ اللي هتكوا يعني أستار أمة بأسرها وأذل شعوب بأسرها، أين يذهب؟ يا أخي لابد أن يكون فيه يوم قيامة يحق الله الحق فيه ويبطل الباطل. إن الدنيا يعني عرض زائل يأكل منه البر والفاجر، والآخرة وعد صادق يحق الله فيه الحق ويبطل الباطل ويحكم فيها ملك عادل. ونعم بالله. نعم. إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى. فضيلة الشيخ، وصف الناس هذا مع النفخة الأولى أم النفخة الثانية؟ مع النفخة الثانية. النفخة الثانية. النفخة الأولى مات الكل خلاص، صعقوا فماتوا. النفخة الثانية يحشر الناس يوم القيامة، يخرج الناس من قبورهم يوم القيامة أجوع ما كانوا قط، يعني وأعطش في حالة من الجوع، يا ساتر يا رب، وأعطش ما كانوا قط وأعرى ما كانوا قط. فمن أطعم في الدنيا لله أطعمه الله، ومن سقى في الدنيا لله سقاه الله، ومن كسى في الدنيا لله كساه الله. لا يضيع عبد الله. ليه احنا بنتكلم على وعد الحق؟ عشان اكسي نفسي اليوم. ما هو أكسي كيف اكسوها؟ اخويا المسكين كيف انا عندي وما عندهوش؟ ليه اطعم وهو لا يطعم؟ ليه انا اسعد وهو لا يسعد؟ لماذا؟ اين الاخوه؟ فين الانسانيه؟ فين خلق الله؟ فين عباد الله؟ فين الرحمه؟ ده في ناس متخصصه يا شيخ للخوض في اعراض الناس وادخال النكد على الناس واثاره الشبهات حول الناس، ماذا يكسبون؟ ما مكسبهم؟ ايه يكسبوا ايه بعد كده؟ ايه المكسب يعني؟ شوهت سمعة فلان، ايه اللي كسبته؟ ها؟ ايه اللي كسبته؟ كسبت الخسارة والعياذ بالله. اكتسبت آثام، لماذا؟ يا أخي ده بيقول شوف، قال من رد غيبة مسلم رد الله عنه حر نار جهنم يوم القيامة. انظر إلى الجزاء. نعم. تقول يوم القيامة يوم صعب، لازم يوم بهذه الصعوبة. الله، يا عبادي ينادي الله عز وجل يوم القيامة في أهل المحشر، يا عبادي اسمع الكلام الخطير ده، إني أنصت لكم طويلا فأنصتوا لي اليوم. الله، لا إله إلا الله، جل جلاله.
لا إله إلا الله. إني وضعت لي نسبا ووضعت لكم نسبا. نعم. فوضعتم نسبي يعني أنزلتموه ورفعتم أنسابكم. قلت لكم إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فقلتم إن أكرمنا أغنانا. اليوم أضع أنسابكم وأرفع نسبي، فأين المتقون؟ فيقوم قوم قليل. لا إله إلا الله. لأن لما أول لما ربنا يقول له يا آدم ابعث بعث النار، ياخذ من كل 1999 يوديهم على النار، دول ما لهمش دعوه بالحساب، والواحد يحاسب من كل 1999. نص الحديث يا ابن نص الحديث، احنا نجيب كلام من عندنا، كلام مخيف، كلام مرعب، كلام مرعب. يبقى واحد من الألف. ليه الناس في غفله؟ اقترب للناس حسابهم وهم في غفله معرضون، ما ياتيهم من ذكر من ربهم محدثا الا استمعوه لاهيه قلوبهم. لاهيه قلوبهم، القلوب لاهيه بايه؟ بالدنيا. يفضل يقول له طيب يعني هي شبهة؟ يقول له يا ابن الورع يقتضي يعني حرام؟ يا ابن لا إله إلا الله. فسبحان الله العظيم، الناس في غفلة. فاليوم أرفع نسبي وأضع أنسابكم، فأين المتقون؟ فين المتقون؟ أهل التقوى. فين اللي كانوا يخافونني بالغيب؟ فين اللي أقاموا شرع الله؟ فين اللي رفعوا علم لا إله إلا الله؟ فين اللي جاهدوا في الله سبحانه وتعالى؟ فين اللي وقفوا ونصروا؟ يا اخي المقداد الله يرضى عليه لما 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 مقداد لما ابن عمرو الله يرضى عنه لما في بدر، وقال ما لي لا اسمع القوم على الانصار يعني، قال والله يا رسول الله لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك، ولو سرت الى برك الغماد اخر منطقه في الجزيره لسرنا ما تخلف واحد منا، ان لصبر في الحرب صدق عند اللقاء، وسوف ترى ما تقر به عينك. الكلام لا يقول كما قالت اليهود لسيدنا، لا والعياذ بالله رب العالمين، اذهب انت وربك فقط. وفي الامه الان من يقولون هذا؟ الان الان ان لم يقولوها قولا فعملهم يقول هذا. الموضوع يقول لك يا اخي الباب اللي يجي منه الريح سد وسد، باب ايه اللي يجي منه الريح؟ يا اخي وطعم الموت في شيء حقير كطعم الموت في شيء عظيم. لا اله الا الله. طيب فضيلتكم، بين النفخه الاولى والثانيه الكل موتى، الكل موتى، هذه مده يعني كما قال، هل سيحدث فيها شيء؟ لا، في هذه المده لا يحدث شيء، لا يحدث اي شيء، لا يحدث شيء. طيب مع النفخه الثانيه يبعث الكل عرايا كما ولدتنا امها عطشه. نعم نعم، الكل في سنه الذي مات فيه. نعم، على هيئته تلك، على هيئته. نعم لا. يساقون سوقا الى ارض المحشر. الله اكبر. طيب الشمس، نعم، هل تركت مدارها؟ اين ذهبت؟ نزلت الى الارض، اقتربت من الارض، بل اقتربت الشمس من الرؤوس. تحرقنا. الله عز وجل يقدر العباد ساعتها على التحمل. طب في بعض الاقاويل تقول ستتحول العيون الى منتصف الراس. لا 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 لا، كهيئتنا تلك، كهيئتنا تلك. بني ادمين، بني ادم زي ما الرجال والنساء والكبار والصغار كله، سبحان الله العظيم. نلتف حول ماذا في ارض المحشر؟ لا نلتف حول شيء ابدا، نقاد ولا ندري اين نذهب، نقاد، من يقود؟ الله اعلم. سبحان الله. وصف من تقوم عليه، وصفنا آنذاك سيكون ماذا؟ يا ابني زي ما انا مت الان، ابعث على ما مت عليه. يقول مثلا والعياذ بالله رجل مات سكرانا. نعم. يرسل وكوب الذي يشرب منه معلق في رقبته، يخرج سكران يتخبط. يا حفيظ. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي كان محرما فوقصته الدابه، قال ايه؟ غسلوه ولا تطيبوه. تطلوش طيب عشان محرم، ما طيبهوش الطيب في الإحرام سبحانه، ولا تخمروا رأسه، فإنما يبعث ملبيا يوم القيامة. يا الله، يبعث يا ملبي. الله، ملبي زي ما مات يلبي. سبحان الله، كم من أناس ماتوا وهم يعني وهم يجاهدون في سبيل الله، وهم يقولون قولة الحق، وهم واقفين على ثغر من ثغور الإسلام، ومرافعين علم لا إله إلا الله. هؤلاء هم الذين سوف تنصر بهم الأمم، وسوف يثبتون يوم القيامة. نعم. نعم. لأنهم نصروا الملة في حياتهم. طيب. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا. ذلك حشر علينا يسير. ما المقصود وكيف نوظفه في هول ذلك اليوم؟
لما ينفخ البوق في الإسرافيل في النافخ في الصفر. أنا أقول سيدنا أم أنا أقول سيدنا. يعني سيدنا يا سيد اللي خلى سيدنا. الناس بيقول للناس سيدنا يعني ملك من الملائكة نوراني نوراني سيدنا سبحان الله سيدنا ما في مشكلة. لا أنا أقول لي أنا أقول سيدنا سيدنا وهكذا تعلمنا ما قرأ فيها شيء. لا أنا لا أرى فيها يعني لا 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 لا, لا, لا إجاب ولا رفض يعني لا أرى فيها يعني. ف يعني إحنا دائما نقول سيدنا الشيخ سيدنا الأستاذ سيدنا المدير لما ينفخ في النفخة الثانية الأرض تشقق عنهم صراعا. لماذا؟ لأن هذا الأمر هو كن فيكون. يوم تشقق الأرض عنهم صراعا عنهم وهم في قبورهم هم في قبورهم لما ألقت فيها إيه ما فيها وتخلت خلاص خذوا أدي الأمانات اللي كانت عندي أهي. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت مدت يعني لما تنشق تتسع مش قبر مغلق قبور مغلقة. نعم احنا الآن ربما نجلس الآن على رفات دفنت من آلاف سنين. سلم ما استطعت في الهواء رويدا لاختيالا على رفات العباد. ربما أنا أدوس الآن على جمجمة جد لي من آلاف السنين مات لي. لا صح لو ظل كل قبر في الحياة قبرا لما وجد الأحياء في الأرض مستقرا. يا الله يا حفيظ. ليه؟ لأنها بتتحلل تتحلل الأجساد ويظل عجب الذنب. لكن لو أنا جثتي زمانة كده الستين كيلو دي ولا الكام كيلو جرام دول ظلوا كما هم طب وبعدين واللي بعدي واللي بعدي واللي ما نجد مكان نسكن فيه. وهذا المقصود تشقق إذا الأرض مدت مدت ليه؟ لأن القبر تشقق. نعم. تشقق والأرض عنهم صراع صراع عشان يخرج. نعم. يخرج وقت على المقصود التشقق سريعا. العجيب أنه يخرج إزاي؟ هو رماد أساسا هو ما فيش رماد حتى ما فيش بقايا رماد. صحيح. فجأة يقف إنسانا سويا. لا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك الخروج. لا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا بيقول لما بينزل الماء على الأرض اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج إن الذي أحياها لمحيي الموتى. إلا أحيا الأرض للموات يحيي الموتى سبحان الله. وأن عليه النشأة الأخرى. دي النشأة الأخرى. نعم. مش كان النشأة الأولى؟ صحيح. تمام. نعم. أو من ينشأ في الحلية يعني النشأة الأول. وهو في الخصام إيه غير مبين. نعم. دي النشأة الثانية. هذه النشأة الثانية. كما صنع مع العزير. الله يرضى عنك. صورة مصغرة. كما صنع مع أهل الكهف. لبثنا يوما أو بعض يوم. طب هل نرى انفسنا ونحن نخلق؟ لا لا لا. نرى الكل يقف الكل قيام كل يتحرك من قبره ويتوجه. انا كلغه وحتى فاذا هم قيام ينظرون اريد لها مخرج لغوي مش لا يوجد مش ثم فاذا هم قيام ينظرون الفجائيه دي واذا الفجائيه يعني. واذا الفجائيه يعني الفاء للترتيب والتعقيد واذا الفجائيه فاذا هم قيام ينظرون قيام مش جلوس. انا لما تصحى من النوم بتعمل ايه؟ وبعدين تجلس شويه على وبعدين تجلس وبعدين تقوم على ايديك وبعدين تنزل من فوق الفراش وبعدين تقف على مراحل. نعم. لا اول ما ينفخ يقف. ما الذي يفكر فيه كل قلب في هذه اللحظه؟ الناس في هذه الحياه هم قسمان. اول واحد ومن بعثنا من مرقدنا كنا نايمين هذا الكافر المجرم احنا كنا قاعدين ان هي الا ايه حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا الا الدهر وما نحن بعض سبحان الله سبحان الله انتهى. من بعثنا من مرقدنا؟ لو مدفون جنب واحد مؤمن يقول هذا ما وعد الرحمن وصدق يثبت الله هذا هو التثبيت.